أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم وهم معرضون.
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا صدق الله.